مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الانقسامات التي تضرب الإطار التنسيقي ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا بكم. الخلافات تعصف بأحزاب العملية السياسية في هذه الفترة، إلى أي مدى ترى أن هذه الخلافات تهدد حقيقة مستقبل حكومة السوداني؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة هذه ليست يعني بجديد عن الإطار ولا على طريقة تشكيله، يعني هي جاءت العملية مفبركة بضغوط إيرانية، بضغوط يعني أجندات نعم. إقليمية ودولية، زائد أنه هم بالأساس كانوا منقسمين، لأنه كانوا جزء مع التيار الصدري وجزء الآخر بقى بما يسمى البيت الشيعي. نعم. الانقسامات هذه الحقيقة أساسها سيكون يعني المغانم والمصالح الضيقة، إذا كانت شخصية وإذا كانت يعني فئوية أو كانت حتى حزبية. لذلك طبعا هاي التشكيلة تشكيلة محاصصة، النفوذ الأكبر لها الميليشيات الولائية، لذلك هم يمتلكون السلطة الأكبر. لذلك نجد العبادي وجائز عمار الحكيم اللي هم أقرب إلى مقتدى الصدر، زائد هم الأكثر خسارة من يعني من الأطراف الأخرى في قضية تشكيلة الحكومة وهذه المغانم. أنا أعتقد هذا واحد من الأسباب أيضا اللي راح يقربهم أكثر إلى عملية الخروج وتفكك هذا الإطار التنسيقي. نعم. طيب، يعني إلى أي مدى ترى أن بنية الإطار بالأساس لم تكن تحالف، وإنما كان وقتي ينتظر الوقت المناسب حتى يأكل نفسه بنفسه، كما ذكرت ربما المناصب جزء كبير منها؟ نعم، هو هذا الصحيح. يعني هي عملية ارتجال لقضية أنه يعني عملية ترقيعية مثل ما نعم. يقال، لما فشلوا في تشكيل حكومة الأغلبية، يعني لما كان مقتدى الصدر نعم. في ائتلاف إنقاذ وطن، جاءت عملية إدارة الدولة مع الإطار التنسيقي بضغوط إيرانية، بأيضا توافق، لا ننسى هناك أيضا أجندة إقليمية ودولية، توافق أمريكي إيراني حول منح الفرصة للإطار التنسيقي نعم. من باب توريطه، ومن باب أيضا يعني حل إشكال خارجي متعلق بحزب الله في لبنان والتوافق الإسرائيلي اللبناني بتدخل إيراني أمريكي. يعني هناك صفقة، عمليا صفقة، هذه الصفقة الحقيقة كان نعم. ضحيتها أيضا جزء منها العراق ولبنان. نعم. طيب، يعني بحسب مراقبين الحكيم والعبادي الأقرب للانسحاب من الإطار التنسيقي، لماذا يعني الحكيم والعبادي هذه المرحلة؟ هذا هو اللي الحقيقة يعني يلفت الانتباه، أنه بعد دخولهم كان أيضا هناك تململ في قضية التوزيع المناصب. اولا هم ادعوا، يعني الحكيم ادعى انه لا يريد الدخول بالحكومه وتشكيله الحكومه رغم انه جزء منها. ايضا العبادي كان ايضا عدد المقاعد هم اقل النتائج في الانتخابات المبكره في اكتوبر 21، لذلك ليس لديهم مصلحه كافيه في البقاء بهذا الاطار التنسيقي، خصوصا وانه الشارع الان بدا يتحرك في قضيه يعني قانون الانتخابات، قضيه العوده الى سانت ليغو وتشكيلات الاحزاب والكتل الكبرى، وهم ايضا يعتبرون الان من الكتل الصغيره في داخل الاطار التنسيقي. نعم. طيب، يعني ذكرت ايران، ولكن اين تقف اليوم من هذه الخلافات التي تضرب ما يسمى بالبيت الشيعي، خاصه محاولات السوداني ان يقف او يصطف او يظهر بمظهر متحرك تجاه امريكا؟ الحقيقة إيران وأمريكا رغم أنه هناك توافق فيما بينهم على هذه الحكومة، لكن هذه الحكومة أداة بيدهم، لا يمكن، يعني هي أشبه بحكومة انتداب مزدوج. يعني إيران تأمر وأمريكا تأمر، والحكومة هذه الحقيقة منفذة لهذه الأجندة، لهذه الاتفاقات، ليست مستقلة، لا تمثل يعني الإرادة العراقية ولا حتى إرادة الإطار. لذلك أنا أقول شيء مهم جدا، إيران لا يهمها من يحكم العراق، ولا أمريكا يهمها من يحكم العراق الآن، حتى ولو أتت بعصابات جريمة منظمة ليست ميليشيات، المهم مصالحهم. مصلحة إيران أنه يبقى العراق يعني جزء من نفوذها في داخل العراق، وأمريكا نفس الشيء، هناك توازنات في النفوذ. لذلك أنا أقول مغيب الشعب العراقي تماما عن هذه الأجندة، الأجندة الخارجية. إيران ضامنة أنه يعني تسرق ثروات
قضية الغاز، قضية الطاقة. أمريكا نفس الشيء، أمريكا عندها قواعد، عندها مصالح تحافظ على مصالحها. أمريكا عندها، إيران عندها أيضا ميليشيات، لا ننسى ميليشيات ولائية تنصاع لأوامرها. هذه المعادلة الحقيقية اللي فقدت هذه الحكومة طابعها اللي سمتها خدمي أو غيرها، لأنه الخدمي معناها أن هناك كفاءات ومؤهلات ويعني إدارات جيدة تدير الأزمات اللي موجودة في الداخل، لكن للأسف الشديد العمل يسير باتجاه آخر. طيب، يعني حقيقة الصراع بين أمريكا وإيران على العراق، هل هو صراع من أجل أن يأخذ كل منهم العراق على جانبه، أم هو يعني مشروع بين أمريكا وإيران على العراق متفق عليه مسبقا؟ لا، هو متفق بالتأكيد. يعني هناك منافسة، هناك منافسة، هناك مزاحمة، هناك تدافع في وتداخل أيضا في المصالح. يعني لا ننسى أنه التداخل الأمريكي الإيراني، أو يسموه التخادم بالتعبير الأدق، التخادم بين أمريكا وإيران على الساحة العراقية لا ليس وليد اليوم والأمس، هو سبق حتى إسقاط النظام السابق. يعني قبل 2003 كان هناك اتفاق على أنه احتلال العراق يكون بأجندة وبتقسيم وبجدولة وبرمجة لتقاسم النفوذ بين أمريكا وإيران. لذلك أي مزاحمة من قبل إيران إلى أمريكا يعتبر هذا تجاوز للخطوط الحمر. نفس الشيء بالنسبة للإيرانيين. لذلك بقاء هذه الحكومة حكومة ميليشيات بإرادة أمريكية إيرانية، ومثل ما قلت حتى لو تأتي عصابات جريمة منظمة ومافيات فساد وغيرها تشكل الحكومة من قبل إيران وأمريكا مقبولة على الساحة على صعيد الأجندات الإقليمية والدولية، لكن طبعا هي مرفوضة من قبل الشعب العراقي لأن لا تمثل مصالحها الحقيقية. طيب، ضمن الحديث عن الإطار والتفكك أو ما يقال عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد السوداني يقول، وفي أثناء زيارته إلى طهران طلب من طهران الدعم ضد تدخلات قادة الإطار في عمل الحكومة، هل يعكس هذا ربما الصراع الحقيقي داخل الإطار؟ بالتأكيد، لأنه هناك مؤشرات كانت قبل ذهابه وحتى بعدها، بعد يعني عودته إلى العراق، أنه تصريحات خطيرة. كان يعني زعيم العصائب يقول هو مدير عام على السوداني، فعليه أن ينفذ ما يرسم له من قبل الإطار، من قبل قادة الإطار، وهو واحد منهم. الآخر يقول لا، هو رئيس وزراء له صلاحيات، وطبعا هذا الشخص اللي ينطي صلاحيات هو يأمره. يعني هو السوداني مؤتمر من قبل الآخرين وليس، لا يتمتع باستقلالية رئيس وزراء. لذلك الإطار الحقيقة جمع المتضادات المتناقضات في داخله، بدليل أنه الصراع الموجود الآن بين أقطاب زعماء الميليشيات والمدنيين واللي عندهم خبرة من دولة القانون ومن النصر ومن عمار الحكيم. لذلك هذا الصراع الحقيقة أصبح الآن معقد ومركب ومعقد إلى درجة أنه ممكن الانفجار في أي لحظة، خصوصا والشارع ضاغط الآن على قضايا تتعلق بالانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات وقانون الانتخابات، وأيضا طبعا الأجندات الخارجية والولاءات الخارجية، هذه أيضا من العوامل المهمة. الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم.